كما تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم على اي اف ام، شكرا على المتابعة. هذه في 90 دقيقة حتى الماضي ساعة ونص. ضيفتنا اليوم سونيا بشيخ، وزيرة صحة سابقة. بداية الماضي ساعة الحديث سيكون حول الوضعية الصحية، مشروع قانون طوارئ الصحية اللي هو باش يتعدى بصفة استعجالية لمجلس نواب الشعب، أهم القرارات اللي أعلنت عليها البارح الحكومة. كيف ما فماش قراية باش ترجع إلا للتلاميذ اللي عندهم امتحانات وطنية، الباك والنوفيام، وكذلك الناس اللي جاية من برا يعملوا كونفينمون بجمعة كاملة أوبليغاتوار على حسابهم. كنا ننتظروا بلكش في قرارات أخرى، وإلا ما فهمناش بلكديش شنو يقصدوا بقانون الطوارئ الصحية، قديش يلزموا وقت، وقتاش، كيفاش. الحقيقة البارح حيرة كبيرة جدا، وفما الناس قالوا علاش خرجوا تكلموا هما، معناها كان سكتوا خير. سفيان مرحبا، أهلا وسهلا. وأنا معناها ما نعرفش شو يلزمنا نعملوا باش نقولوا للحكومة هذه ركثرت لها. صالح اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، صباح الخير ليك والسادة المستمعين الكل. انا نضم صوتي لسفيان طبعا، مش نقولوا لها كثرت لها، نقولوا لها بلي عامل لنا حاجه في عوض برشا حوايج، تلهى لنا بالصحه وسايب لنا الامور الاخرى الكل. وانا نقول له كان اجلوا حتى صندوق النقد الدولي تلهوا بصحه التوانسه، تو نمشيو لصندوق النقد الدولي من بعد. خليل، هذا موضوعك اليوم متغشش برشا، وخاصه على الارقام اللي خرجت البارح. تونس الاولى. انتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود. تغشش خلود كي التوانسة الكل، وحالي حال كل انسان يحل كل يوم الفيسبوك يلقى صاحبه مات، ولا زميله مات، ولا طبيب مات، ولا مربي مات. يعني امس وقائع اليوم الغريب، امس 28 افريل، حاجات متضاربة وقعت من جهة وزارة صحتنا. احنا الساعة قبل ما نبدأ بالاحصائيات العالمية تقول لنا اللي احنا عملنا رقم قياسي في عدد الوفيات ب 119 وفاة في 24 ساعة، تقول لنا اللي ثم 1729 إصابة جديدة ومجموعة مصابين 305,313. الاحصائيات العالمية لشهر أفريل تعطينا رقم تقشعر له الأبدان، تعطينا رقم اللي عنا على كل 100 مصاب 6 وفيات، وتعطينا أيضا على كل يعني 28% من حالات الإصابة بوزيتيف، المرتبة الأولى في العالم. كارثة بكل المقاييس، مندبة بكل المقاييس. ماذا فعلت الدولة التونسية؟ كانت خلود تتحدث عن مشروع قانون الطوارئ العظيم. ياسين المشيشي لتو ما دخلنا في حالة الطوارئ صراحنا الصحية باش نعملوها؟ ياسين المشيشي روى عندنا قانون طوارئ وطني معلن. ياسين المشيشي راهو من حقك من غير ما تعدي للبرلمان حتى شيء تاخذ اجراءات، وجاتك الفرصه وما حبيش تاخذ اجراءات ورميتها للبرلمان اللي باش تتعدى على اللجان، واللجان باش يحكيوا، وبعد تتعدى لجنه التوافقات، وبعد تصير تجاذبات. واستناني ونجيك قداش مش يموتوا من عبد قبل هذا الكل. ماذا تفعل هذه الدوله؟ هذه الدوله لا، مازلت عندي برشا حديث اما مثالش تو نلخص. هذه الدوله البارح في يوم 17 من رمضان مشيت عن طريق رئيس حكومتها ومراسلة كبيرة الوالي القروان لتحتفل بغزوة بدر 17 رمضان من القرن الثاني للهجرة، وباش تعمل أو باش تسمع محاضرة على القرآن والأخلاق. وبمناسبة القرآن والأخلاق، في عوض أنت مشيت احتفلت باليوم 17 من رمضان القرن الثاني للهجرة، رو عندك 17 رمضان 2021 119 عائلة يبكيوا على أماليهم، عندك ناس تتلف في ساشيات بلاستيك، عندك 119 جنازة ما فيها ناس، عندك بكاء في تونس، عندك فزع في تونس. ماشي غادي باش تقول سيد رئيس الجمهورية خرجت لي من جامع الزيتونة، هاني خرجت لك من جامع عقبة، فهمت كيفاش تتراشقوا بالجوامع، فهمت كيفاش تتراشقوا بالدين، تتراشقوا ببيوت الله. وقت اللي الأمم المتحدة قالت لكم، وقت اللي وزارة الصحة متاعكم قالت لكم، وقت اللي تحذروا في درسكم مش تمشيوا تساسيو في أمريكا، هيا تو نساسيو في بلاستك بجلالة قدرك، علاش تساسي أنت؟ أنا مش نساسيو. يا أمم المتحدة برسمك شوية أكسجين، يا أمم المتحدة، يا أمم المتحدة برسمك شوية مستشفيات متنقلة، يا أمم المتحدة، يا أمم المتحدة راهو ما عندناش مال، يا أمم المتحدة، يا أمم المتحدة راهو كراني الدواء نتاعنا ما تداويش على خاطر ما عندناش دواء، يا أمم المتحدة، يا أمم المتحدة راهو تنطبق علينا كل المقاييس نتاع غوث اللاجئين، يا أمم المتحدة، رانا لاجئين في بلادنا يا أمم المتحدة. سكت. أكاهو.
سكتوا سكتوا سفيان. اسمع هو قال اللي في قلبي انا كله في قلوبنا الكل. رانا عندنا باش نعملوا مندبة جماعية في الطريق العام، نتلموا حلقات حلقات ونبداو نندبوا على سعدنا اللي خلانا احنا تحت حكم جماعة ما يحبوش البلاد، ما يحبوش مصلحة البلاد. رانا اليوم أول دولة في عدد الموتى بالكورونا مقارنة بحجمنا وبحجم السكان. راهو يلزم نفهموا هذا، شكون مسؤول عليها؟ شي يحبوا يعملوا هما؟ يحبوا يقولوا أنه الشعب التونسي هو المسؤول على أنه قاعد يموت، لأنه قالوا له البس بافيت وهو ما لبسهاش، لكن الدولة هذه ما وفرتش البافيت. الدولة هذه تعرف اللي عندها شعب فقير ومفقر اللي ما ينجمش يتحمل سوم البافيت. الدولة هذه تعرف اللي اي طيب تعرفش كيفاش نتفكروا الرئيس بلدية تونس مش عملت لنا خوذة وعملت تصاور بك السباب اللي عملتهم في شارع الحبيب بورقيبة وفي الباساج ايوه بعد عملنا قلعوهم من غدوة ومشيت على روحها هي عملت المهم عملت تصاور حتى التايو يا ولدي يغزر ان معناها قلعوهم اي حطيو حطيو شعبه هو تعرف سفيان المشكلة وين جوستومون به الديتاي ذا هو شوية من حنة وشوية مرتبط خلينا شعوب الكل في العالم شعوب ولكن الكل في يطبقوا عليها القانون اليوم طبقوا القانون لكن اليوم نقولوا لهم يا ولدي طبقوا علينا القانون ديفايونس كبيرة فما ديفايونس كبيرة من الدولة مشيشي إذا اليوم ما يتلهاش بحكاية وما عادش باش يتلهاه لأنه فات المسألة أن مازال شوية ونموتوا الكل معناها عدى زهير لا مش التوانسة الخوف التوانسة هذه حقيقة لا نحذروهم نحطوهم الدولة الأولانية في عدد الوفيات يلزمنا نكملوا هكا سفيان يلزمناش نكملوا هكا لا يهمني في المستمع نتاعنا ما تخوفوش ما يزيدوش نزلزلوه زاد يلزم ما عادش نستناو حتى شيء من الحكومة هذه ايش نعملوا مشيو نموتوا لازم ما نسالوا حتى يموتوا معناها لانه حكومه شي يهمه هو المشيشي مشى يعمل مشى للقروان يا اخي التوانسه قالوا له في القروان قالوا له اسمع الجامع برا تخلوا ودبر راسك هذيك تابع حريه الضمير اما الولايه راك ما نحبوكش تحكم فينا ديجاج هذا شنو اللي صار شعمل هو تتفصل وما يهموش في التوانسه هو جاب جماعته المستشارين نتاعو واعضاء الحكومه اللي قراب له ومشى عمل لهم تلقيح يخرج سي مفدي المسدي شي يقول لنا راهو عندهم اولويه وقتاش الاولويه الوطنيه ما هو عملتها اللجنه العلميه لا ما قالك هو علاش لازمهم يتصوروا يا ولدي طلبناك بالصور طلبناك باش انك الاولويات وقتاش خذيتوهم الا في بالنا وما في بالناش في حاجه اخرى انه اللجنه الوطنيه لمجابهه الكورونا قالت انه الاولويه هي كبار السن ثم الناس اللي عندهم امراض مزمنه اعضاء الحكومه عندهم مرض مزمن كره البلاد هذه صالح نرجع الموضوع اللي أثار حيرة مشروع قانون طوارئ صحي به القانون هذا شنو تقول عليها حسنة بن سليمان الناطقة الرسمية باسم الحكومة تقول أنه قانون باش يتعرض بشكل هو طبعا مشروع قانون سيعرض بشكل مستعجل على مجلس نواب الشعب يتمثل في منح الحكومة صلاحيات إضافية تمكنها من تطبيق إجراءات التصدي لكورونا بشكل أكثر صرامة ونجاح شو معناه
وهذا يحتاج قوانين. وهذا يحتاج القانون طوارئ باش نمشيو صرامه ونجاحه في الموضوع هذا. عندنا قوانين في البلاد نجم تطبق نتاع الكمامات نتاع الاجتماعات العموميه اللي قاعد تقع نتاع المقاهي المحلوله نتاع 50 اي بلاصه نتاع اسواق. شفنا ناج اسبانيا وانت البارحين نهار التحد بلوتو ناج اسبانيا فيه كافوياج نتاع تقريبا ما قلش من يمكن 10,000 5,000 واحد يدور في ناج اسبانيا. إيه الناس مغفسه في بعضهم. مش المشكله جوستوما مش في حل طوارئ في القانون حل طوارئ. عندك قوانين. المشكله في الاراده السياسيه يربحوا في الوقت قاعدين يغاربوا. ارباك ارباك انا نتصور ارباك الدوله ارباك تعرف شنو هي الحكايه انه تو سامبلومون راهم قاعدين يماطلوا فينا لانه اذا يحبوا ياخذوا اجراء يلزم يحطوا يديهم في مكاتبهم يلزم يدفعوا اور هما ما يحبوش يدفعوا. كمل فكرتك صالح. شوف شوف انا نتصور اكبر ديفايونس عندنا في البلاد توا في الحاله هذه في الوضعيه الصحيه هي الاراده السياسيه، هي القرار السياسي لرئاسه الحكومه. اليوم رئاسه الحكومه امام امر ما فماش سنين بعده، وهو غلق الوضعية في تونس هذه، غلق المقاهي، يا خويا سكر لنا المقاهي، سكر لنا هالافراح اللي قاعدة تتم في البلاد، سكر لنا المآتم. يعوضهم ولا ما يعوضهم؟ يعوض، يلزم يعوض، يتصرف. ما يحبش يعوض. لا بشوية، مش على كيفه، لا بشوية. قالك لا، قالك لا. أعطينا صحيح تو. قالك لا هو. لا هو ما قالش. لا ما قالش ما نعطيش، ما قال ما عنديش. ما فرق. أنا نقول ثم قروض قاعدين ناخذوا فيها باش نخلصوا ديون، ناخذوا قروض نخلصوا بها التوانسة، ونخليهم في ديارهم نحميهم. يا أخي القروض باش نخلصوا بها تونس، تونس بتاع شكون؟ سامحني تونس بتاع شكون هي؟ ما هي بتاع التوانسة هذم. إذا هذم يموتوا التوانسة نخلصوا في قروض شكون من بعد؟ سي صالح كيما هذا الإشكال الرئيسي. نذكرك برقم بسيط، في 2020 حسب وزير المالية الدولة صرفت 2000 مليار نتاع السيارات الإدارية. ولهذا أولوياتها أخرى، أولوياتها أخرى. أنا ما نحبش الفلوس، الفلوس مش ونمشيو فاصل. المشكلة بتاع الفلوس بسرعة. آخر جملة نحتاج، آخر جملة نحتاج إلى رجل رئيس حكومة أو غيره ياخو قرار من أجل صحة التوانسة ومنعوهم ما هالعتبة ذي اللي وقعنا فيها، عتبة الموت اليومي اللي قاعدين نشوفوا فيه بشكل بطيء. فاصل وراجعين معكم. مرحبا بكم الناس الكل. نرجعوا توت سويت على بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في صفاقس اللي تندد بشدة موضوع اقتحام مقهى سفيان على ما يبدو تعنيف مول القهوة وهرسلة الحرفاء. هذا الكل صار من قبل أعوان الأمن على خاطر القهوة ذي محلولة في رمضان. فاضل سفيان. الحادثة، صورة الحادثة شنية؟ أيه. أنه بوليسية في صفاقس مجموعة من الأمنيين دخلوا القهوة محلولة في رمضان وتلبارح. يا سيدي لو أنه كان الموضوع أنهم يتثبتوا من أنه فما كان 30% كهو من الكراسي والطاولات موجودة، هذه حاجة تكون خارقة العادة. أما هما ماهوش هذاك الهدف نتاعهم. دخلوا القهوة، خرجوا العباد الكل اللي فيها، وقفوهم في الشارع، سرستوهم في الشارع، وبداوا بالواحد بالواحد ياخذوا في بطاقات تعريف بتاعهم للتثبت. انت وين؟ اش تعمل؟ كذا؟ تو ماكش تحشم على روحك، انت قاعد صايم فاطر في رمضان ودرس ديني وكذا. مولا المقهى اللي قال لهم راني اموري قانونيه وراه عندي وثائقي وكذا، شدوا دقدقوه بطريحة. السيد مازال في الكلينيك، وطبعا وجهوا له التهمه الفضفاضه الخرقة العاده اللي هي أمام جانب موظف. في العمليه هذه تحس انه فما استبطان لفكره القصاص وتنفيذ الاحكام الشرعيه في الساحات العامه كما يجري في السعوديه وافغانستان وايران وغيرها من الدول اللي احنا نتصور روحنا بعاد عليهم برشا. قوات الامن تحولت من امن جمهوري الى شرطه اداب في تناقض تام مع الفصل السادس من الدستور اللي يضمن حرية الضمير والمعتقد، وفي تناقض تام وتجاهل تام
للفصل 19 من الدستور اللي يحدد مهام الأمن الجمهوري. وما هي أول مرة تصير. شفنا أنه وإحنا أكل الشاب اللي تم تعنيفه واعتقاله ومنع الدواء عليه واللي أدى شيء اللي أدى بوفاته كان في صفاقس العملية. شفنا نهار الأول من رمضان اقتحام منزل فيه أجانب كانوا يحتفلوا بعيد ديني، تم اعتقالهم بتهمة شرب الخمر في أول أيام رمضان. الحادثة متاع المقهى متاع وقت البارح هي الحادثة الثالثة للتجاوزات البوليسية في مدينة صفاقس. ولنا نحب نعمل ملاحظة، هو أنه الأحداث هذه سجلت في صفاقس لكن راو ما نعطيها حتى بعد متاع جهويات، فقط نقولوا أنه فما مجموعة من الأمنيين لقاوا في نفس المكان وفي نفس الزمان وبأفكار متناقضة مع فكرة الأمن الجمهوري، وحاولوا فرض منطق جديد في منطقة نفوذهم مستغلين ضعف الرقابة والإفلات من المساءلة والعقاب. في الأخير دعوة إلى نقابات قوات الأمن الكلها إلى اتخاذ موقف من الانحرافات والممارسات المنافية لمفهوم الأمن الجمهوري، وهذا نعتبره ضروري جدا حتى نحافظوا على حد أدنى من العلاقة التشاركية بين الأمن والمواطن. شكرا سفيان. جوست نذكروا أنه عمني ولصارت نفس الحكاية وتعمني ولصارت نفس الحكاية أيضا في صفاقس مثلا في 2019. نذكروا أنه مجموعة من الأساتذة الجامعيين والمحامين وقع استدعائهم المركز والشرطة لا فرقة المدة اللي فاتت. يبقى الموضوع المطروح اليوم، هل هو تعدي على الحريات الشخصية والتعلل بحجج واهية، وإلا الأمن قاعد يطبق في التعليمات والقانون؟ سمح لي خلي صالح وبعد أنت تفضل. شوف سفيان، أولا الساعي زمنا نكونوا حذرين برشا من نقل الوقايع. الحقيقة الفرع هذا نتاع الرابطة في صفاقس، مش الرابطة في تونس، الرابطة في صفاقس في الرابطة الشمالية، الفرع الشمالي نتاعها في صفاقس الشمالية هو اللي خرج البيان. أنا سألت سفيان معناها صحفيين في صفاقس زملائنا، وسألت أصدقاء في صفاقس، سمعتوش بالحادثة هذه صارت، أنه ناس يخرجوا أمنيين يخرجوا عباد من القهوة ويحطوهم في طابور وهات البطاقة التعريف نتاعك وش بيك فاطر وعلاش فاطر، ويسألون في الأسئلة هذية. وكما قال البيان وقال يزعموا البيان أنه قال لهم دروس دينية، يعمل لهم في دروس دينية، ولا واحد خلود أكد لي الخبر ولا واحد شكك في بيان الرابطة نتاع صفاقس. وشككوا لا وشككوا مش في الالهاب، شو باش نعطيك معلومات إيه في المعلومات لا في المعلومات اللي عندك بتشكك في بيان الرابطة، نشكك في اتجاه البيان اللي إيه؟ مش لنا دروس دينية ومدري شنو وكفر وإيمان وكذا. لا ما حصل هو معناها الذهاب لزوز قهوي، هما زوز قهوي لكن القهوة هذه أكثر فيهم اللي هي في اللاجار نتاع صفاقس معروفة برشا وكبيرة القهوة، ودائما كل رمضان تحل بين قوسين. والقهوة هذه مشى لها الأمن على أساس يعمل البروتوكول الصحي لأنه فيها سور شارج نتاع عباد ومسكرة أون بليس مش حتى محلولة، مشى باش يشوف باش يحاول يصفي الوضعية. وأعطيوني بطاقة تعريف، شنو اللي حصل؟ بعض المواطنين اللي داخل القهوة رفضوا يعطيوا بطاقة تعريف، شكونكم أنتم أمن وشكون صلاتكم علينا وتحبوا أنتم تحاسبونا شخصيا إيش قاعدين نعملوا، ودخلوا في مماحكات مع الأمن. هذه اللي أدى في ما عندها حتى علاقة لا بالدروس دينية ولا عندها حتى علاقة بأمن متاع أداب سي سوفيان. الحقيقة هذه معلومات، هذه معلومات مع سمحني جملة برك ومش أول مرة يصير الظلم ومش أول مرة يقع تعسف في استعمال القوة من طرف الأمن في صفاقس وخاصة في شهر رمضان في أكثر من مقهى. هذه موضوع آخر، موضوع آخر مش هذا الموضوع. أما تعرف الدباء هذا نتبعت مواطنين كيفاش حكاوا لي نفس الشيء. نرجع للسيد هذا ريتو، هاي سيدي الامن هذا اللي هد على القهوة، هو بموجب الفصل الاول من الدستور دولة صايمة تعاقب في رعاية فترين
دينها الاسلام بموجب الفقره الثانيه. مش على هذا ما مشيش على هذا لا تنزلناش. استناني خليني تنزلنا في نقاش في اتجاه اخر. مش هذا الجمله المشهوره. خلينا ندخل انا في التاريخ. تنزلنا في نقاش في بعض بعض اخر. انت تهز نقاش وين يحب وين يحب وين نقول لكم متفقين ولكن مره قاعدين في الوسط. لا ما نشوفوش حاجه في الوسط. كل واحد يعبر على رايه. تفضل خليل. عندنا قانون بدون ملامح. بالنسبه للفقره الثانيه نتاع نفس الفصل الناس اللي في القهوه يقول لك احنا في جمهوريه مدنيه عندنا الحريات الفرديه. ايش بيهم مشاو احنا بموجب الفصل السادس عندنا حريه الضمير. يا خليل شبيهم مشاوش في تونس عملوها وشبيهم ما عملوش في جنوبها ما عملوش في كذا ما عملوا ما عندنا حتى معطيات في هذايا. عملوا حاولوا عملوا حاولوا تهلي في نفس القهوه وتعرفهم انت بالواحد بالواحد منهم ناس مسؤولين كبار في صفاقس تشدوا في القهوه هذيك وتهنتلوا وتهزوا لمركز الشرطه. هذا عمناول هذا عمناول هذا عمناول هذا كيف كيف اي عمناول في هذه الحادثه نحكي في هذه الحادثه في الموضوع. سامحوني 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 كل واحد يخرج لك هذا يقول لك انا سلوكي صحيح. خلينا نعملوا نقطة نظام تفضلكم. صالح عطية أنت تتحدث على الحادثة هذه. سفيان يحكي على انتهاكات حرية شخصية وخليل وخليل أرجع الموضوع إلى الدستور. لا نزلوا دستورين وهذا الكل يستقيم كل واحد يفسر الدستور كل واحد ياخذ كل واحد ياخذ الموضوع من الزاوية اللي راها صالحة. فما نقطة السوابق والسابقات في الموضوع اللي بنيو عليها الموقف. لا 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 هذه معلومة معلومات المعلومات نتاعك ماهيش أصح من بيان الرابطة. لا أنا شك في بيان الرابطة. لا لا أنا شك فيه مش أسمع مش أول مرة شك في بيان الرابطة مش أول مرة شك فيه. لا لا سامحني خليني أقول لك الرابطة عندها ثلاث سنين الآن انحرفت على الرابطه اللي نعرفوها. لا 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 رابطه التوافقات ورابطه الشان الوطني. شو هذا موقفك؟ هذا موقف وموقف شخصي جدا. لا شو موقف شخصي؟ موقفك انت شنو؟ موقفك انت شنو؟ موقفي انا موقفي رابطي. لا مش رابطي انت ماكش رابطي ماكش حكينا على رابطي. اي تدافع على رابطه خاطر الشله اللي قاعده تحكم تو في الرابطه قريبه ليك انت في تفكيرك انت مش مشكل. نحترم رايك ورايي ماما مش دقيق. لاني ولد الرابطه من عام 81. انت صالح شنو موقفك واحد قاعد في القهوه واحد يهد عليه في رمضان؟ لا 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 نقاش الوذي مرفوض رفض القاطع. مش نحكيو على هذايا نحن راهو منافي للحقيقه. لا لا لاني انا لانك انت قاعد تقول في كلام ما تستند فيه على حد شيء وامور شفهيه وانا قاعد نقول في كلام وانا مانيش بابا غيو نعاود اللي تقول فيه الرابطه راهو مانيش بابا غيو وما نجمش يكون بابا غيو زاد نستند فيه على وثيقه رسميه من ناحيه ومن ناحيه ثانيه نستند فيه على غياب اي موقف رسمي ينقض هذا الكلام. انا هذا انا هذا برافو معك فيه. انا معك فيه هذا انا هذا معك فيه انا هذا معك فيه. يلزم يخرج موقف رسمي من هذا الموضوع. انا فاشق وي واو موقفك انت فاش ضعيف. لا 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 مش مش ضعيف مش ضعيف مش ضعيف مش الرابطه باش تحدد لنا شو صار في البلاد مش هذا. نحن صحفيين ويلزمنا نكونوا دقيقين في المعلومه. هنكونوا زاد دقيقين ما تستناش موقف رسمي امبوسيبل. اي وارد وارد كونكور الرئيس المؤمن في البلاد شكون اكثر واحد يلبس جبه شكون اكثر واحد يمشي للجوامع وشكون اكثر واحد يعمل فيها الرئيس الرئيس جوستومون صالح صالح عطيه باش يسال على الرئيس اليوم. باش نسال الرئيس يعطيك الصحة على الباس خليل. الرئيس اليوم في ظل اللي نحكيو فيه كورونا في ظل اللي نحكيو فيه من مصايب تصير للتوانسة في ظل الموتى اليوميين اللي قاعدين يموتوا وترتفع قائمة الموتى السيد الرئيس غائب تماما عنده ستة أيام اليوم لا أثر له مطلقا في البلاد. لم يخرج في خطاب كما اللي مستنسين نسمعوه لا تحدثنا على مؤامرات ضد التوانسة وماذا بينا حتى كان يخرج يقول لنا ثم مؤامرات ضد التوانسه نتاع كورونا مثال شحتينا المؤامرات وقول لنا شكون هما ذوما كالعاده. الرئيس وحرصه على التوانسه اللي حكينا فيه في الخطابات نتاعهم ما شفناهش في ستة ايام توا الموتى اليوم كل يوم والرئيس غائب تماما. سؤال كبير اين هو رئيس الجمهوريه؟ ماذا يفعل في القصر الرئاسي اللي يخلص عليه راهو؟ هذا اللي قاعدين نحكيوا فيه ماناش نحكيوا على ومش شعبويه ذي قاعد يخلص باش يتحرك وباش يفيد التوانسه وباش يحرص على التوانسه هذا ماهوش قاعد يتم. الشعب يريد سيد الرئيس ايضا مش يريد اللي تحبه انت في مخك يحب صحته الشعب التونسي. الشعب التونسي يريد ان يحمي نفسه من الموت. سيد الرئيس الشعب التونسي يريد ايضا ان تكون له صحه وعافيه من هذه من كورونا هذه. السيد الرئيس مطروح عليك انك تعمل لنا دبلوماسيه صحيه في الوضع نتاعنا توا. وينك سيد الرئيس؟ حتى زياره للخارج
علاش ما مشيتش لروسيا؟ علاش ما مشيتش لالمانيا؟ لبريطانيا؟ للصين؟ لاي بلد في العالم اللي تنتج في اللقاحات وتجيب لنا لقاحات اللي احنا ناقصين منها هذه، فايزر، استرازينيكا، غيره، جيب لنا. علاش ما فعلتش الدبلوماسيه الرئاسيه والصحيه في هذا الموضوع؟ سيد الرئيس، الخيارات نتاعك الكل اللي اسمعناها نستناو فيها خيار واحد يميل وينحاز لشعبنا اللي اليوم يقاسي ومعاناة زرقة في قضية الكورونا هذه. نستناو منك تحرك، هاني نحب نكون ايجابي خلود، نستناو منك كلام، نستناو منك قرارات اذا كنت نجم تاخذ قرارات طبعا، ونستناو منك قبل اي شيء اخر تحرك اساسي اليوم بموجب الدبلوماسيه اللي انت مسؤول عليها في البلاد. شكرا صالح. لوجيك نو خليل، وين رئيس جمهوريه عنده خمسه ولا سته ايام حتى بارتفاع الارقام وسجلناهم القياسيات الكل؟ ماذا لوجيك في اطار انه البلاد كامله تستغيث اليوم؟ ماذا بينا نسمع مسؤولين؟ هذا صحيح. اللي مش لوجيك زاده انه نطالبك هيا وينك وستظهر لي بكذا، هو ممكن عنده خدم تندرج في صلاحياته أكثر من هذا. أنا نحب حكاية نفصلوا فيها نزاع الحديث. سيد الرئيس وينك في الكوفيد؟ أنا نحب نسمع منكم معناتها أي واحد يقولوا آلية تنفيذية واحدة ينجم يعملها رئيس الجمهورية في الموضوع هذه، آلية تنفيذية خلف عقد مجلس الامن القومي اللي هو باش يخرج التوجهات. شنو باش يعمل الرئيس؟ تو اللي باش يعملوا وشويه مجلس الامن القومي يا خليل، شويه مجلس الامن القومي الجامعه عقبه اللي باش يعملوا، اللي هما باش يعملوا اللي زابيل دوفر، اللي هما باش يلقحونا، اللي هما مش يجيبوا كل شيء، اللي هما مش يوفروا السره، اللي هما مش يوفروا الاكسجين، الكل مستقلين من وظيفتهم وماشيين يحوسوا، واحنا شادين عبد. لو كان يخرج يقول هذه كوفيد تقول له مش من صلاحياتك، تعطل في الدستور، ما تخليش الحكومه تخدم على روحها. لا 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 يخرج والتوانسه يكونوا معاه. بالعكس آلية واحدة بالعكس حتى سياسيا لا آلية تنفيذيه. فما واحدة ذكرتها انت مجلس الامن القومي ساعه حاجه لو سمحت، والآلية الدبلوماسيه برا جيب لنا لقاح، برا جيب لنا قروض من برا باش نمولوا بها موجبات كورونا. قروض هما ماشي لاش الحكومه مش هيجيب قروض باش يجيبوا. خلينا تو نحن نعملوا في الكوره نرميو فيها. توا عندنا رئيس جمهوريه عنده صلاحيات، سامحني عندنا صلاحيات عند رئيس الجمهوريه ولا عنده دبلوماسيه تحت يده ولا ينجم يفعلها دبلوماسيه ولا؟ حكينا في برشا مرات الموضوع ولتوا نستناو في الخطوات الدبلوماسيه. اما توا حتى كي يعمل باش نجم نقول لكم معناها فما مستمع الصباح قالت لي رانا في مصاب جلل. صحيح كريمون معناها قلت بربي لا تكثروا علينا اليوم، رانا في حاله، رانا على الاخر، رانا ابلا ما عادش نجموا. قبيلك انت تحكي على الارقام، مازلنا باش نتسائلوا برشا. اكبر دوله التوانس قاعده يموتوا فيها العباد بالكورونا، اكثر دوله في العالم. اكثر من الهند، اكثر من الهند، قالها البارح ضيفنا لهنا، اكثر من الهند، اكثر من الهند. ربي يقدر الخير. احنا قبل فرنسا والمانيا والهند وبريطانيا والولايات المتحدة واللي تحب عليهم الكل، قال لولانين في عدد الموتى. راهو يلزم نفهموا هذا. حتى المغرب بعدنا نحن برشا، بعدنا برشا. الكل العالم الكل بعدنا، العالم الكل بعدنا. عندنا مصيبة. شنو معناها هذايا؟ شنو معناها هذايا؟ معناها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة صحيح واللي قبلها ومجلس النواب ورئيسه والاحزاب الحاكمه والاحزاب غير الحاكمه، الكل 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 مسؤولين، والكل نجم نقولوا عليهم نحطهم اشكاره والبحر. انت قلتها مصيبه اخرى. هذا الواحد شنو المصيبه الاخرى؟ تاعنا الزابينغ. لا لا قبل الزابينغ، المصيبه الاخرى شنو هي؟ انه صحيح انت تكلم فعل وزاره الخارجيه وفعل الدبلوماسيه، كيف يمشي رئيس دوله البلاد اللي برا باش يعمل مع اتفاقيات ثنائيه في الصحه؟ شكون لازم يهزمها؟ الوزراء المعنيين بالامر مش يهز فريق حكومي. احنا تم اعاقه عضويه ما بين الرئيس والحكومه، معنى ريت تو انت حتى الواقع الخارجي حتى نجوزوها نجوزوها هذه. احنا في حاله طوارئ يا خليل، في حاله طوارئ يفترض هذه ما عادش نحكيو فيها هذايا. كلام زايد تو زايد الكلام هذايا، زايد ولا زايد؟ زايد ولا زايد؟ كلهم مسؤولين، كلهم مسؤولين مسؤولين. توا العهدة يا سفيان على من يبادر الآن؟ الرئيس يبادر، تفضل يبادر التوانسة معاه بصرف النظر على خلافاته السياسية. التوانسة قاعدة تموت، هذا الحقيقة الوحيدة الموجودة اليوم. بداية ماضي ساعة سونيا بشيخ وزيرة الصحة السابقة وكانت صرحت في الأسابيع القادمة، قالت كفى من التشخيص، يجب أن نعلم
يعلن الحرب بعد شوية بعد الأخبار. نشوفوا هل وقع إعلان الحرب البارح وإلا لا في الوقت المناسب ولا لا، وشو مازال شو مازال عنا باش نعملوا أمام الحالة الوبائية الكارثية هذه. ربي قدر الخير، ردوا بالكم على رواحكم، ربي يشفي المصابين. عنا الزاتينك سفيان، تفضل سفيان. نتصور ولو للحظة الحكومة هذه تشد دارها، الوضعية باش تكون أسوأ من الوضعية هذه. والله هي بيدها أحلى من عبدالي. مرحبا بيك لو زابينك توت سويت. البارح رئيس الحكومة هشام المشيشي كان في القيروان في إحياء لذكرى غزوة بدر الكبرى في جامع عقبة بن نافع. نذكروا ساعة قبل ما ندخلوا في المحتوى متاع الليزيكسخي اللي باش نسمعوهم أنه هذه أول مرة يتنقل رئيس حكومة منذ 2011 للاحتفال بالذكرى هذه من جامع عقبة بن نافع. زملاء في بزنس نيوز يقولوا أنه كان آخر مرة أشرف فيها أعضاء من الحكومة والحزب بالحاكم لهذه الذكرى كان سنة 2010 بالتحديد يوم 26 أوت 2010، حين أدى وفد من أعضاء الحكومة حينها ومن حزب التجمع المنحل يترأسهم محمد الغرياني زيارة إلى جامع الفتح ببنزرت شاركوا خلالها في محاضرة حول معركة بدر ومقاصدها. البارح الزيارة كيف ما قلنا كانت بمناسبة دينية، لكن اختلط فيها الاجتماعي بالمطالب الاجتماعية للمعطلين على العمل، كذلك كان فيها الجانب السياسي. البارح شفنا من فيديوهات اللي خلطت لنا القيروان أنه تم رفع شعار ديجاج في وجه رئيس الحكومة هشام المشيشي فور وصوله للقيروان. نسمعه. حب نبلغ ونقول رئيس بلا قرار يمشي شد الدار. اليوم عندي قانون 38 عنده أكثر من 9 شهور هابط في الرايد الرسمي ولم فما إرادة بعدم تنفيذه، لأنه صندوق النقد الدولي فرض عليهم باش ما يشغلوش المواطنين العمل، هم القروض ياخذوا قروض باسم الشعب التونسي. شنو استفدنا منها إذا كان أنت تعمل لي قانون حبر على ورق؟ اليوم أنا غزاني الفقر، غزتني البطالة، غزاني الانتحار، غزتني المهلوسات بكل، وين ماشيين بينا؟ هذه دعوة بالنسبة لنا نحن رئيس الحكومة ووزيرة الوظيفة العمومية ما عندهمش حتى حل، ينفذوا القانون اللي هو قانون عنده صبغة اجتماعية، صبغة اجتماعية، لأنه يشوف تشغيل فرد من كل عائلة، بعائلات فيها أربعة، فما لهم ديكابي أصحاب الاحتياجات الخصوصية، وين ماشيين بينا؟ ديكاج دي رئيس الحكومة. كنا سمعنا الجانب من الأجواء هذه، وكذلك سمعنا واحد من المحتجين نأكدوا أنه اللي قام بالتحرك هذه هما جماعة المعنيين بالقانون 38 اللي يعرف بقانون من طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات من البطالة. نذكروا وأنه رئيس الجمهورية قيس سعيد كان زار القيروان في 27 فيفري 2021 وأعلن عن أحداث قطب تكنولوجي للصحة سيكون في شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، وأكد أنه نص القانون جاهز هذية بتبيع وقتها بحسب بلاغ رئاسة الجمهورية. نذكرها زيارة هذه الكل وقتها اللي كان فيها كيف خطاب، معناها نذكره الكل بتاع رئيس الجمهورية من غادي. رئيس الحكومة هشام المشيشي كان جاوب على الشيء اللي صار، نسمعه. أول ما تسألت عليه الموضوع هذا قلت له القانون يفعل والقانون باش يتحط على أرض الواقع، فما مسارات أخرى لتفعيل القانون، فما أوامر ترتيبية لازم تتقدم، فما إن بلاتفورم قاعدة تخدم على مستوى وزارة الوظيفة العمومية لتحديد الفئات المستهدفة معناها من ذوي الأولوية. حب نطمنهم هذوما رانا قاعدين نخدموا على المسألة هذه. لخيان المعنيين بالقانون هذا كانت لهم عديد من اللقاءات مع السيدة وزيرة الوظيفة العمومية، هو موضوع اهتمام على أعلى مستوى، وإن شاء الله مع بعضنا نلقاو ونحطوا الصياغة العملية تفعيل البلاتفورم انفورماتيك هذايا اللي باش تحدد الناس المعنيه به، وننطلقوا ان شاء الله في التفعيل نتاعو. احنا نذكروا انه وقت خلود المشروع القانون هذايا كان عمل برشا جدل في مجلس النواب، باعتبار انه فما اطراف سندته كيف ما كتله حركه النهضه، وفما اطراف اخرى اعتبرت انه هو قانون غير دستوري وقانون شعبوي ولا غير قابل للتطبيق على ارض الواقع. كما نذكر وقتها مواقف نواب من التيار الديمقراطي والنواب اخرين اعتبروا انه هذايا يعني هي مجرد مغالطات والا تمويه ومنح يعني امل كاذب للناس اللي
بطالة البطالة متاعهم. احنا هذا الكل يصير خلود في وقع الأزمة السياسية الخانقة اللي تعرفها البلاد اللي بجانب أنه هذه قوانين قد تكون غير واقعية، الأزمة السياسية الحالية اللي يعيشها رئيس الحكومة هشام المشيشي تساهم بشكل واضح في أن هي ربما تخليه بارشة حاجات ما ينجمش ينفذها، باعتبار وأنه الدعم السياسي غير موجود وضعف موقف الحكومة، الوزراء اللي هم تم التصويت ليهم لليوم ما باشروش، والوزراء اللي عندهم زوز حقائب، والوضع الوبائي والملفات الضايعة ما بينات وزارة ووزارة. هشام المشيشي البارح من القيروان يقول أني احنا ما اخترناش الأزمة السياسية وما مشينا لهاش، ويدعو كل الأطراف إلى التعقل. أزمة سياسية احنا ما اخترنا لهاش وما مشينا لهاش وما حبينا لهاش، فما وضعية لغل، فما تقييمات مختلفة هي اللي تهز الأزمة هذه. أنا اللي طرحته بالنسبة لنا احنا على مستوى الحكومة، نحن نبعدوا على التجاذبات السياسية، اللي معنيين به احنا هو الوضع الاجتماعي، هو الوضع الاقتصادي، الوضع الصحي خاصة، هذية من أهم أوكد اهتماماتنا. بالنسبة للأزمة السياسية أنا ندعو الأطراف اللي تثبت في الأزمة هذية إلى التعقل وإلى أنه نفهم واللي رأوا كون البلاد ما عادش تستحمل مزيد التعطل. دونك احنا ماذا بينا الناس كل تتجه في نفس الاتجاه باش كونا ننكبوا الى ما ينفع الناس، الى معالجة الوضعيات الاقتصادية هذية والى معالجة الوضعيات الصحية هذه. باهي نبداو بالتعليق على الازمة السياسية او تشخيص هشام المشيشي للازمة السياسية، وبعد نرجع على موضوع من طالت بطالتهم اكثر من 10 سنوات. تفضل خليل. والله يا تعليق على الازمة السياسية، قال لك احنا نرجع لنفس الدورة المغلقة، احنا عندنا اولويتنا اقتصادية اجتماعية صحية، هيك ما تنجمش تجسدها. انت مدامك رئيس حكومة ما تنجمش تدخل للولاية، معناها ما تنجمش تحكم وما تنجمش تجسدها. هذه رسالة المواطنين اللي قالوا هالو، قالوا انت جاي تعمل لهنا، انتم تاخذوا في القروض وفلستونا، انتم الواقع الاجتماعي واقف، انتم كذا. الور السيد هذا اذا كان جاء جوفرنابل يدخل للولايه ساعه وبعد يكلمنا، ولا يدخل ناجي اسبانيا اللي تحكي عليه، ناجي اسبانيا اللي فيه الالوف المؤلفه. تعرف انا شفهمت ثم حاجه، الشعب التونسي اللي هو مسالم اصبح يعمل في المقاومه السلبيه، يحب يقول له ما نعرفكش، اللي تقول فيه انت ما نسمعش فيه، تقول لي نحي الاكتظاظ نكتظ، تقول لي اجا كذا ما نمشيش، تقول لي نحب ندخل ولايه ما تدخلش، مقاومه سلبيه فعلا. الشعب التونسي هز يديه من السلطه السياسيه، وهذاك علاش متمرد تو سفين. معناها طوالا نسمع، باش نبقى ديما في التصريح الاخراني بتاع الأزمة السياسية، الواحد يتسائل لين يولي يتسائل، اللي نسمعه فيه يحكي اسمه هشام المشيشي ولا اسمه حمادي جبالي؟ لأنه تتفكروها حادثة وين الحكومة يعني هي احنا في الوضعية هذه، كي يقول لك أنه الحكومة ما هيش طرف من الأزمة يا اخي بجدو يا اخي، هي على اساس واقع. انه هو ما لم يخلق الازمه خلقها رئيس الجمهوريه وعلي ان يتجاوزها. خلينا يا اخي هو عمل الازمه هشام المشيشي. توا انت وليد من المفسرين. مانيش مفسرين انا، سؤال مهم. لا سؤال مهم بالحق، هو قال لك انا ما عنديش ازمه يا اخويا، اللي عمل الازمه يفضها. لا لا الازمه تصير الازمه بكل بساطه تصير بين أطراف. خليل قال له يدخل ولاية ويكلم ادخل مقر السيادة، ادخل مقر السيادة وكون سلطة وتكلم كسلطة. انت كي تحكي انت تحب تحكي كحكومة هكا ولا يدخل مقر السيادة وتكلم ال كي تقول انا ماني شرف في المثل يا اخي. الأطراف هما ثلاثة اللي يحكموا في الرئاسات، ثلاثة ما فماش حكومة في الدنيا تصير أزمة كبيرة في بلاد هي ما عندهاش دور فيها، دور إما طرف في الأزمة أو طرف في حلها. هذا يقول لك أنا لاني طرف لاني في الأزمة ولاني في خلقانها ولا في حلها. إن وأنا اهتماماتنا هو الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي والوضع الصحي بالأساس. قلت سوات مبروك عليك، اما انت راك فاشل في الوضع الاقتصادي وفاشل في الوضع الاجتماعي وفاشل في الوضع الصحي، مالاش قاعد تعمل؟ باهي صالح شو رايك؟ شوف انا باقي نشوف الكلام تاعو، كلام مش خايب راهو، خلينا ناخذوه بعقلانيه زاد. هو يقول لك انا ما خلقتش الازمه، الازمه جاتني انا، لا اخترتها قال لك ولا كنت طرف فيها ولا تبعتها وما نحبهاش وما عنديش علاقة بها، وهذا الواقع. هو مش عمل تحويل وزاري، تعدى على مجلس نواب، خذ المصادقة نتاعو، مشى باش يعني يستنى في الجلسة بتاع أداء اليمين، قالوا رئيس له، شكون اللي عطل إذن؟ الرئيس.
هو يقول لك اللي عمل الازمه يمشي يحلها. هذا يسع الجانب الاولاني، انا معاه في هذا. ثاني حاجه اللي عملها هو كلم الرئيس قداش برر وحاول يتواصل معاه، الرئيس رافض. شو يلزمنا نقتنعوا انه فما ازمه سياسيه في البلاد، الكثير من الاطراف على راسها رئيس الجمهوريه يلزم يتدخل فيها. اليوم الهاشمي العياشي الزمال في اي اف ام بالذات قال اطالب وادعو رئيس الجمهوريه الى انه هو اللي يبدا يتنازل، لانه هو اللي بدا الازمه. زاد هذا واقع، هاو يقول فيها واحد برلماني يتكلم بايجابيه. علينا انه نسبوا ساع الامور بصراحه وما نتكلموش بطريقه انه انت ما عملت شيء وانت ما عملت كذا وانت ما عملت كذا. عن المعلومه الجزء الاخر من ما ردوهاش كارثيه لدرجه انه كاين ماشي الفينغا زاد كارثيه. اي خلينا تو مش نحكيو على الموت، نحكيو على الازمه السياسيه تو مش نحكيو على الموت. اخر من الصوره يا صالح، السياسه ميزان قوه او لا تكون. صحيح. اذا انا نتخيله امس في سيدي صاحبي ولا بحث الولايه كان قيس سعيد في بلاصه المشيشي غادي الاخر يقولوا له ديجاج والاخر تو يعملوا له التصفيق ويقول له حل البرلمان. يعني حتى نبض الشعب التونسي لازم نعدلوا عليه، مأيس من الحكومه هذه لانه حتى برباع حكومه اللي عنده اشترها ما حلفش ما نجمش يفعل حتى توجهات اللجنه العلميه. قال له ما نجمش انا زاده شو يا خليل زاده شوف اسمع مواطنين يمنعوا اسمعني شو منطق متحضر زاده مواطنين يمنعوا رئيس جمهوريه ولا رئيس حكومه ولا وزير باش يدخل للولايه ولا باش يدخل المعتمديه زاده مش معقول. هذه زاده مش لازم تقرا اما عندهم هما 10 هذايا نتاع القانون نتاع 38 هذايا قانون 38 خليل هذايا هو المأزق اليوم. اليوم عملتوا قانون هذايا نتاع النصوص الترتيبيه نصوص مش كلام معقول اللي سمعته. باش فاصل وبعد باش نرجعوا باش نحكيوا على جزء نتاع التصريح. من طالت بطالتهم اكثر من 10 سنوات هما اللي تذمروا خاطر عملوا لهم قانون قالوا لهم باش نخدموكم وبعد توا مازالوا ما خدموش. رجعنا لكم في 90 دقيقة باش نواصلوا بسرعة تعليق على تصريح رئيس الحكومة في القروين أو بلوتو باش نعلقوا على ديجاج اللي تقالت لرئيس الحكومة من عند الشباب اللي قالوا احنا عملوا لنا قانون باش يخدمونا عن 10 سنين بطالة ولكن القانون هذا رئيس الحكومة قلزموا أوامر ترتيبية وأوامر تنفيذية وأوامر تنسيقية وأوامر ذوكم الكل. هذه الحكاية تتجاوز المشيشي نفسه وتدخل في اللعب اللي تلعب فيه المنظومة السياسية. يعني بالمنطق ما تنجمش تعمل احداثات الا باعتمادات مسبقه هكا ولا مش تعمل احداثات 10000 مواطن شغل الا باعتمادات شاملوا التيارات السياسيه اللي صوتت على القانون ربحت بها ورقه سياسيه نتاع مزايده اللي انا مع البطاله ومع المستضعفين والزواوله والحكومه عندها بلوكاج حقيقي في الاعتمادات الكافيه للانتداب. علاه ما يقولوش؟ علاه ما يقولوش؟ هو ضحيه الحزام نتاعو، الحزام نتاعو عمل الفازه لكن هو ما قالش اعتمادات ما قالش اعتمادات خليه إيه. قال نصوص ترتيبيه برا نصوص برا نصوص ترتيبيه مش يحيل وزاره طبعا احداثات. ثاني حاجه فما تناقض كبير حتى مع التزاماتهم. انت تعرف اللي هو تو ماشيين اساسيه واحنا شنو الشروط نتاع الاساسيه؟ معروفه انه عدم تعويض اي موظف والضغط على كتله الاجور بمعنى لازم تتجمد الانتدابات في الوظائف. هذه شروط الدعم الدولي. القانون ملي كان مشروع خليل وتقدم فما برشا نواب اللي هما كيما التيار الديمقراطي قال لك هذايا هذايا مش عامل مشاكل ماهوش واقعي مشاكل وغير قابل للتطبيق. تعرف نذكر بربي جوست القانون شنو يقول؟ انتداب مباشر على دفعات سنويه متتاليه للعاطلين على العمل من اصحاب الشاهد العليا اللي طالت بطالتهم اكثر من 10 سنوات فاكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل. شوف الفئات اللي يشملها القانون هذايا اليوم دونك نورمال راهو يبداو متغشين هكا على الاخر بالعكس من حقهم تماما. بعدين ثاني قانون تعمل قانون وبعد ما هو قانون هو قانون من نولو قانون تاع تزلبيح راهو المقترح نتاع حركه النهضه نذكروا وحركه النهضه كورقه انتخابيه استعملته بقيه الاحزاب معناها باش يوريك التزلبيح وقيمة الأحزاب اللي عندنا في النقاش نتاع القانون راهو تقول أنه القانون ممكن ما يتعداش بعد في التصويت تعدى من غير حتى تصويت ضد فما بعض التحفظات فقط هذا التسلبيح نتاع النواب هذا التسلبيح نتاع النواب مش يوريك الطبقه السياسيه. سياسيا هل تعتقد انه فما نائب يصوت ضد قانون لتشغيل من طالت بطالتهم 10 سنوات؟ بالله العزيز ما يولي يصوت علاش يسوي ويجدل عليه؟ علاش يجدل عليه؟ مالا الوش تناقش؟ لا الوش جدل عليه؟ علاش فرق؟ انا عندي جوست انا موافقه الحقيقه
حقهم تماما، من حقهم تماما، مش من حقهم، انا نحييهم بالعكس في رمضان وخارجين في الوضعيه ذيك، والشمس راه في القروان ثم سخانه كبيره برشا في الوسط غاديكا، وخارجين يعيطوا ورافضين ان رئيس حكومه يدخل كذا. انا معاهم في هذا دون نقاش الموضوع هذا، ويلزمنا نفرحوا انه في تونس ثم شكون يقول لا لبعض القرارات ولا لبعض لمحاولات الامتهان للتوانسه، ومعناتها انه ما يخلي قانون ما يخليش يطبق. لا فما ناس شادة صحيح، وانا نحييهم على ذي، لكن نحب نقول حاجة، راهو الحكومة اللي ما عندهاش حلم يا خلود، حلم باش تعملوا لجهاتها المفقرة. خلينا توم القوانين، انا نقول رئيس الحكومة إذا ما عندكش حلم باش تعطيه للتوانسة، يا خويا شد أربع خمسة جهات، قول لنا خمسة جهات هذوما معركتي الأساسية في العامين القادمين. شدوا ممشي لهم، عمل لهم قوانين، جيب لهم قروض، جيب لهم اعتمادات، عمل لهم مشاريع قوانين، عمل لهم ذي النصوص ترتيبية، ميسالش خلنا نحلموا يا خليل، سي تريز امبورتون. اما سامحني، اما معنا على الحلم خلينا ميسال شويه هكا، لا مش حاجاتك يا بركه، زيد فوق من هذا، خاطر كي تعمل لي قانون كيما هكا وما عندكش نصوص ترتيبية وما عندكش اعتمادات نتاعو، ومن بعد نخرج نقولوا المشكلة في النصوص الترتيبية، نوليو كأننا نضحكوا على الناس. أحلام شكون يعملهم النصوص الترتيبية؟ ما يحكم سفيان، أما قلت لكم ناخذوا الكلمة بالنظام، يفضلكم أحلام تفضل. نرجعوا من جديد لمسألة التلقيح والمحسوبية والتذمر اللي صار وتابعنيه خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي البارح لهنا في اي اف ام، وبشكل خاص كانت المعلومة خرجت من عنا من هنا، وإنه فما يعني الفريق الحكومي وجزء من المستشارين والعبيد يعني الموجودين في القصبة بما فيهم وزراء مستشارين ومكلفين بمهمة وما إذا لذلك، تلقوا التلقيح هذايا في المدة الأخرى. احنا وقتها بعد ما كملنا بشوية دخل سي مفدي المسدي المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإعلام، وكان وضح في المسألة هذايا وقال أنه ما التلقيح ما تلقوهوش لا بشكل خلصة ولا أي شيء من هذايا، وأنه صار بصفة عادية، لكن هذايا أثار حفيظة برشا عبيد، كلام هذايا ما كانش مقنع برشا ناس خاصة في المعارضة. نرجع منهم مثلا على النائب هشام العجبوني اللي دخل اليوم الصباح في الماتينال نتاع اي اف ام وقال وانه اكد ساعه انه اعضاء الحكومه ومستشاريهم واعضاء دواوينهم تلقوا تلقيح الكورونا خلصه وسرا كيف ما كتب هو وكيف ما قال وتكلم، وانه توا الدور جاء على النواب. نسمعوا هشام العجبوني. النواب ما فماش علاش يكون عندهم امتياز خاص وكيجي دورهم انهم يتلقاوا التلقيح بعد التسجيل في منظومه ايباك واستجابتهم للشروط. نائب الشعب ما يتعرضش لنفس مخاطر عون البلديه. عندي معلومات انه ثم قرار بعد ما لقحوا للوزراء واعضاء الحكومه والمستشارين والمكلفين بمهمه الناس الكل زاد باش يلقحوا قروا انهم يلقحوا لنواب الشعب، وهذا شخصيا ارفضه. ما عنده حتى امتياز على غيره. ملاحظه اخيره، صحيح وزير الصحه اعلن ان مسؤولي الدوله باش يتلقاو التلقيح. اللي ما قالوش السيد ماهر مديوب انه مهني المصالح الاساسيه موجودين في الاولويه الثالثه، في حين اننا لم نستوفي تلقيح الاولويه الاولى والثانيه وما زلنا بعد برشا. ولا دونك مسؤوليه الدوله عندهم الاولويه في التلقيح. سفيان انت من الصباح الرفيق متغشش وتتساءل ومنين جابوها الاولويه وكيفاش هاو طلعت عندهم اولويه مسؤولين الدوله؟ لا ما عندهمش اولويه، الاولويه هذه خرجوها من بعد، هي المنظومه نتاع المنظومه كيف صارت خرجت لنا اللجنه العلميه قالت انا باش نعمل منظومه نتاع تلقيح، هي الاولويه بسيطه جدا. الكبار في السن اكثر من 75 سنه، اللي عندهم امراض مزمنه، جماعه الخط الاول من القطاع الصحي اللي في علاقه مباشره مع الكوفيد، وفي مرحله ثانيه الجيش والامن. فيما عدا ذلك ما فما حتى شيء. الباقي الكل كلام ما عنده حتى معنى. اذا يجيبوا لنا نص مكتوب فيه انه تخذي هذا القرار قبل الجمعه اللي فاتت، فما ده بارك الله فيك. صالح البارح مفتي سامحني سامحني، راهو الشيء اللي قال هو استبلاه، هو استبلاه الشعب التونسي، قال انه يدخل ضمن الاولويات. وانت سفيان وريتنا توا وبرهنت لنا انه ما همش في الاولويات، وهذا هو الموضوع. صالح يقول مفدي المسجي البارح انه الامر تم بصوره علنيه، دخل معنا دايوغ وما فما حتى مشكل، ويدخل في اطار تتعامل في ذات الاولويات. ثم بعد ذلك اعلنت الحكومه، رئاسه الحكومه اعلنت انه تم فعلا تطعيم الرئيس الحكومه والوزراء والمستشارين، خاطر رئيس الحكومه ديجا
ياخذ الفاكسه. شنو المشكل انت كيف شنو المشكل كيف الوزراء ولا رئيس الحكومه ولا رئيس الجمهوريه نفسه ياخذ تلقيح كما يصير في الدول الكل؟ معناها انا تو قاعدين نكمل اعطيني اعطيني اولوياتك ومبروك عليك. كيف نكمل عادي يا رجل؟ معناها تو نحن خلينا الكورونا وخلينا التلقيح ومشاكل التلقيح وشدينا في الحكومه اللي مشات لقحت يا اخي. هذا مشكل تو معناها كي ما تلقحش هي معناها باش نحلوا مشكل كورونا في تونس؟ لا خلينا نكونوا في واضحين. مشكل كبير قاعدين نجبدوا في اشياء شعبويه تو كيقولها العشبوني نفهموا يسجل في نقاط سياسيه معقول. اما تو نحن نحكيو نمشيو زاد في السياق هذايا ونمشيو نقولوا لا كان ينجم يعملوا قرار وكان عمل قرار وقلنا بنا صفة تعمل في قرار قبل التوانس هكا تكوي وهكا تكوي شعبوية. هذا انتقاء مش انت اللي تقول فيه، لا اللي تقول فيه عجبوني في شعبوية نتاع السياسيين. يلقح لأصحابه خارج الأولويات المرسومة. عملنا التوانس عملنا بالشرائح العمرية عملنا بالوضعية الصحية. إيه باش يا تو كان جات معطلة هذيك يا خليل لو كان جاوا ذوك معطلين هما مشاو عملوا معقولة. أما التحليل تعرف علاش؟ لأنه مع الناس هذا ماني فريق قانوني في تونس، مع الناس قانوني عاقب على تلقيح النفس خلصة ولا حال تو الكل يمكن في قانون الطوارئ الصحية. لأنه كيفاش تلقيح خلصة؟ كيفاش تلقيح خلصة؟ تلقيح خلصة مالاش كيفاش؟ خارج القانون وخارج الترتيب وخارج الجدول مش خلصة. الشعب نتاعك قاعد يموت. شوف هي راهي ماهوش ما نتصورش باخذينهم ولا حاسدينهم ولا مش هي يظهر لي حاجة تعبيت في مهموتة وقت اللي وقع الحديث عليها قالوا شو بدل فوق. اسمع ظهرت مانيش مفدلك ساعة كي حكيت على الأمم المتحدة، معناتها العباد تطالب بانتخابات تحت إشراف دولي وإحنا تو نطالبوا بالتلقيح تحت إشراف دولي. لا الأمم المتحدة هم يلقحوا وإحنا لا. الاستعمار وإذا كان تولي حوم الكل تلقح لبعضها ما شنو كي تولي قطاعات تلقح لبعضها وأنا شبيني ما نلقحش يا سيدي وبويا شبيه ما يلقحش وهذاك شبيه ما يلقحش. علاش مواطنين هما وإحنا توا 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 هي المنشور اللي صار سفيان في علاقة بموضوع التلقيح. شنو المشكل؟ المشكل هو عدم احترام التوانسة. ما نعلنوش معناها الاولويات، قلنا لهم راهو الاولويات كذا، من بعد درنا خذينا الدوره ولات البيستونات ولات المعارف. نذكرك اللي رشد الغنوشي لقح وتلقيحه بالتصاور نتاعو بكل شيء ولا ملاحظه على رشد الغنوشي. علاش؟ هكا ولا؟ علاش؟ العباد الكل تعرفوا انه راجل كبير. والطبوبي حتى السي طبوبي لقح راهو وسعيد لقح بالكوفيد في الكوفاكس. فما عيطوا له مشى لقح. هذوما ما عيطوا لهمش، هذوم سربوا لهم وهذا اللي قلقنا. اي عدم احترام الالتزامات مع التوانسه وعدم احترام التوانسه. سمعنا الاراء الكل في الموضوع هذايا وطارق هو اللي اثارها البارح لهنا. نذكروا مليح تدخل مفدي المسدي مستشار رئيس الحكومه مكلف بالاعلام قال لا راهو خلط طريقهم. الحقيقه فما اللي اقنعته فما اللي ما اقنعتوش. الصحافه كتبت، الصحافه الدوليه ايضا كتبت على الموضوع. متابعه معناها موضوع للمتابعه وكذلك ما عندي ما نقول لكم سينو ردوا بالكم على رواحكم. بروتوكول الصحي ميرسي بوكو. ربي يحمي التوانسه يا ربي يحمينا الكل ان شاء الله. بعد شويه سونيا بالشيخ وزيره صحه سابقه تكون ضيفتنا بعد الاخبار.